تشكيل الدوري المصري من وجهه نظر الكابتن عمرو الدسوقي، وهنبدا بحارس المرمى. احسن حارس طبعا، يعني انا شايف ان يعني بس انا عايز اسم عشان اكيد انت عايز كده هتخلينا بص ناس أيوة كتير قوي هتزعل مننا. لا ما هو في النهايه دي لعبه يعني زي ما بنلعب احنا كلنا. لا انا شايف يعني ما ينفعش اسمين. ما انت هتقول اسم هيتحط في التشكيل واسمه قوله عشان ما يتكلمش احتياطي يعني. والله بص انا شايف ان الشناوي ادى كويس، محمد الشناوي. خلاص خدت منك محمد الشناوي. طبعا جنش عامل موسم رهيب. جنش طبعا يعني جنش على فكره يعني حظ وحش جدا السنه دي طبعًا. ان هو اتصاب في فتره كان طبعًا. لازم يبقى موجود فيها طبعًا. كان هيفرق بشكل كبير يعني. محمد الشناوي حارس مرمى، ظهير ايمن. ظهير ايمن يعني انا شايف رجب بكار كان كويس قوي. رجب بكار رائع طبعا. اثنين مدافعين. اثنين مدافعين يعني انا بحب احمد ايمن منصور طبعا، و محمود علاء عشان هو راجل هداف. انا خد بالك انا بقيم الستوبر بس محمود على الشكل الهجومي والدفاعي له. محمود يعني انت كتقييم يعني هو هو في لعيبه كويسه كتير جدا في الدوري. ولكن المشكله ان انت برضه لازم تقيمه يعني هو بيفرق مع فرقته ولا لا، بيفرق في نتائج الفريق هجومين ودفاعيين. يعني بالتأكيد. انت النهارده لما تبص للشناوي، الشناوي بفرق كتير جدا مع النادي الاهلي في مواقف كتيره جدا. صحيح. في الفتره اللي فاتت. صحيح. جنش برضه نفس القصه. رائع طبعا. محمود علاء راجل هداف وستوبر وبي يعني مؤثر مع نادي الزمالك. زي الايسر. الظهير الايسر محتاجه تفكير غالبا يعني. ايه مش محتاجه تفكير غالبا، اسهلها لك. واحد تونسي. يعني مش عارف انت الراجل فارق ولا عبد الله جمعه. لا عبد الله برضه عامل موسم. عبد الله جمعه بصراحه يعني هايل السنه دي طبعًا. ويستحق ان هو يبقى طبعًا. موجود طبعًا. هو علي معلول. علي معلول اكيد يعني فارق. ده فرق مع منتخب تونس يعني بالزبط. فرق مع منتخب تونس عدم وجوده يعني. صحيح بالتاكيد. طيب اثنين وسط ملعب. اثنين في نص ملعب انا بحب سليه. طارق حمد وعامل موسم حلو قوي. طارق حمد تلعب بثلاثه قدام. بلعب بثلاثه قدام ثلاثه وبعديهم واحد. مين بقى الرايت وينج او الجناح الايمن؟ الجناح الايمن ممكن نقول يعني في لعيبه كتير يعني افكر لك في الزمالك مثلا. ولا الزمالك مثلا كان عندك رايت وينج بيلعب زيزو احيانا، ابراهيم حسن احيانا، في الاهلي كان ممكن وليد سليمان احيانا برضو كان، بس وليد ركز على 10 اكتر شويه في ناحيه اليمين. ينفع احط افارقه ولا ما ينفعش؟ طبعا ده تشكيل دوري مصري اللي لعبه في الدوري. تعرف فييرا بتاع بتروجيت؟ طبعا طبعا رهيب يعني، لعيب مميز جدا. لعيب ده لعيب جامد جدا. صح ماشي. غير يعني الافارقه معانا ما فيش مشكله. لا لا خالص. اي تشكيل الدوري المصري مش تشكيل منتخب مصر. تشكيل الدوري المصري. هو ممكن على فكره ما فيش حد ياخد باله من فييرا ده. لعيب مميز جدا يعني على فكره ما فيش حد. واتكلم عنه كتير الكابتن محمد عوده بالخير يعني. انا اول يعني انا كنت اتكلمت على اللعيب بتاع المحله لو تعرف اللي هو كان بيلعب في حرس الحدود. امام عاشور. امام عاشور طبعا. اول مباراه له انا يعني اتكلمت عليه كلام هايل جدا لانه لعيب كويس ولسه. صح. صغير في السن. صحيح. وعلى فكره الزمالك بيفاوضه. لعيب من اللعيبه الممتازه جدا يعني. تمام. مين الجناح الايسر؟ الجناح الايسر. جناح الايسر رمضان صبحي، كهربا، كينو. من غير سؤال كينو. ما دام افارقه خلاص يعني. هو يعني انا الافارقه خلاص يعني. هو كينو البرازيلي. كينو 10 رقم 10 تحت المهاجم بلاي ميكر. هو انا من وجهه نظري في اثنين لعيبه ومقصرين في حق نفسهم، هو صالح جمعه وعبد الله سعيد. تختار مين فيهم؟ انا نفسي اختار صالح. بس صالح مش مديني الايحاء ان هو يبقى موجود. يعني اخترت عبد الله. يعني عبد الله سعيد برضو يعني. بس هو النص الثاني من موسم تحديدا عبد الله سعيد فرق مع بيراميدز جدا من اول انضمام جدا والفريق. جدا هو عبد الله سعيد. الفروت بقى مشكله كبيره. مشكلة كبيرة. ما هو أنت أنا مش يعني مش هجيب مصري، ما هو هيبقى أجنبي. ليه؟ مفيش مصري. أحمد علي مش موجود؟
نسيت. لا احمد علي لسه يعني لسه يعني برضو كتقييم احمد علي هو في المقاولين طبعا فارق كتير وهداف وقوي جدا، ولكن برضو الافارقه يعني معتلين يعني جون انتوي انا شايفه جون انتوي جون انتوي. والله تشكيله مناسبه جدا، بس في ناس هتزعل منك قوي قوي صح؟ اعتقد جماهير الزمالك زعلانه منك. ما انا بقول لك لا، ما هو طارق حامد واحمد علاء لا هم مش زعلانين عشان انت اخترت لعيبه من الزمالك، هم زعلانين عشان انت ما اخترتش فرجاني ساسي. ده حقيقه فعلا. بس انا هقول لك حاجه، انا ممكن احط فرجاني ساسي مكان عبد الله سعيد. دي فكره، عشان كده انا سالتك هتلعب بثلاثه ولا بص انا 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 بعشق اللعيب ده خد بالك. ولكن انا اخترت عبد الله السوليه وطارق حامد قبل ما تقول ان في افارقه اصلا. يعني انت فاهم بالزبط. انت قلت لي ان في افارقه من الوينجين. احنا لحقنا الامر لحقنا الامر مع جماهير النادي. لا بس هو فرجاني يعتبر احسن لعيب في مصر السنه دي. بس انا شايفه مش في الحته اللي بيلعب فيها. انت بتقول لي فرجاني احسن لعيب في مصر، هديك ثلاثه واقعد فكر فيهم، فرجاني طارق حامد علي معلول وحط معاهم كينو كمان. لو قلت مين احسن لاعب في مصر بشكل عام مستوى ثابت وشغل فني، تختار مين من الاربعه دول؟ اللي فرق مع فرقته قولا واحدا ما بين اتنين، فرجاني ساسي وكينو. دول اللي فرقوا مع فرقتهم فعلا. كينو كان هو يعني رمانة الميزان لبيراميدز، لما كان بيغيب كان بتحس بمشكله كبيره جدا. فرجاني ساسي نفس القصه، فرجاني ساسي بعد ما حصل الاصابه بتاعته حصل مشكله كبيره جدا في وسط ملعب نادي الزمالك. ولكن انا عايز اقول ان فرجاني برضو مظلوم في المكان اللي هو بيلعب فيه، يعني المكان اللي هو بيلعب فيه ده انا شايفه ان هو اعلى ان هو يدخل قدام في مركز 10، بحيث انت تستغل المهارات بتاعته. وبعدين انت اصلا كده كده محتاج ايه من نص الملعب والاثنين مدافعين صح. يعني انت عندك طارق حامد وعندك محمود عبد العزيز. محمود عبد العزيز موجود. فالنهارده انت ممكن تستغل ده، ونادي الزمالك خد بالك عنده مشكله، يعني عنده مشكله اول ما اوباما مستواه بدا ينزل ومحمد ابراهيم مش قادر يأدي بالشكل ده في المكان دوت، كنت ممكن تلاعب فرجاني ساسي. فرجاني ساسي بيعرف يسيطر على الكره ما بين الخطوط بشكل جيد جدا، وعنده الاسيست عنده رهيب جدا. فالنهارده انت كنت ممكن كمدير فني تستغل ده، بس ما فيش حد فكر فيها. بس جروش احيانا كان في الدور الاول تحديدا او بدايه الدور الاول كان بيلعب 4-1-4-1 وكان بيدخل ساسي، كان بيزيد أحيانا. كان بيخلي ساسي ما هو ده الصح. وخد بالك هو ده الصح يا كريم، ان انت لعيب بالمهارات ديت لازم اخليه يزيد في نص ملعب. وخد بالك اللي فرق مع منتخب مصر المنتخب اللي هو 2006 و2008 و10 ايه اللي فرق معاه؟ زياده حسني عبد ربه وشوقي في نص الملعب مع الناس اللي بتهاجم، مع ابو تريكه وجده، كل الزيادات اللي كانت بتيجي من تحت هي دي اللي كانت بتفرق مع منتخب. كان بتدي لك شكل كويس. لكن النهارده تعالى بص المنتخب مصر دلوقتي مش هتلاقي لعيب في نص الملعب بيعرف يمسك كوره. طيب انت دلوقتي قلت لي فرجاني ساسي وكينو تحديدا هم اللي اثروا مع فرقهم في الموسم اللي فات، علي معلول تاثيره ما كانش كبير مع الاهلي؟ لا طبعا تاثيره كبير، ولكن انا بقول لك حجم يعني علي معلول لما غاب النادي الاهلي ما تاثرش كتير. لكن فرجاني ساسي وكينو لما غابوا بيراميدز والزمالك اتاثروا. علي معلول لعيب كويس بيأثر طبعا. في اي شكل، يعني هو يعني ده ما يقلش من قيمته. ولكن اللي اثر بشكل ايجابي في الفرقتين هو ساسي مع الزمالك لما اتصاب، حسيت بفجوه كبيره جدا، يمكن اكتر من 4 ماتشات اللي حصل الدروب لنادي الزمالك في غياب ساسي. يعني اعتقد مباراه المصري خسرها وكذا مباراه كذا مباراه لنادي الزمالك خسرهم في غياب اللعيب ده بالتاكيد. فالنهارده انت كينو برضو نفس القصه.